مساء الخير، مساء الفيلم، مساء الياسمين، مساء العلم والمعرفة. طبعا المدارس ابتدأت وكل عام وأنتم بخير. ولسه حديثنا عن الخط الديواني ما انتهى، لساتنا عم نكتب بخط الديواني، لسه بقيان يعني عندنا كم حرف بدنا نكتبهم ونشوف مواقعهم كيف بيرتسم هذا الحرف بموقعه، بأول كلمة وبوسط كلمة وبآخر الكلمة. هلأ حنكتب جملة وعبارة بالخط الديواني ونشوف كمان جمال هذا الخط بهالجملة هي وشلون حروفه حتكون. هلأ حنختار قصبة تكون عريضة شوي لنكتب هاي العبارة. حنكتب بعلمي، عم نلاحظ المد عم بيكون بشكل قوس بهذا الشكل. عنا طبعا هي حرف الميم، هلأ كمان حنشوفه كيف بيكون بوسط الكلمة بكلمة بعلمي. بعلمي بيكبر عم نلاحظ نحنا كيف هلأ كلمة بيكبر هذا الخط الجميل الديواني اللي كمان في توازن بكلماته، وهي الأقواس والمد هذا بيعطيه كمان هي الجمالية والدقة بكتابة هذا الحرف. ملاحظين ارتفاع الحروف كلياتها نفس الارتفاع، ممكن احنا نهذب الحرف بهذا الشكل. ملاحظين هو التناغم الميم والياء بكلمة بعلمي، هي بدها تكون بهذا الشكل. ملاحظين هلا انا تقريبا عم نلاحظ شغله، انه انا في عندي كلمه بعلمي هي تقريبا قد كلمه حلمي. ملاحظين هذا التناظر او الايقاع الجميل بخط الديواني. هلا كمان حنقلكم كل عام وانتم بخير كمان بالخط الديواني. حنستعمل ريشه انعم او اصغر وحنكتبها بشكل متداخل. حنشوفها كيف حتكون بشكل متداخل. عنا الكاف يلي أخذناها بهذا الشكل، عنا اللام، عم نلاحظ هلأ في تشابك بين الحروف، عنا العين اتداخلت مع اللام وأعطتنا نلاحظ هلا حرف الميم حيتقاطع، حيتقاطع مع العين وحناخذها بهذا الشكل الفني.
الآن الواو ممكن ناخذها تتقاطع الحرف بهذا الشكل، وبنزل الألف، فينا نرفع الألف حتى تعطينا هذا الشكل الانسيابي الجميل بهذا الشكل. عندنا كمان عندي حرف الميم، كمان حياخد كمان هذا الشكل الجميل بهذا الشكل. هلا احنا ممكن نحط التنقيط، ممكن ناخذها بهذا الشكل. كلمة بخير، عم نلاحظ نهايات الحروف كمان، نهاية الألف مع نهاية الراء بهذا الشكل. هلا ممكن احنا نضبط الحرف بالتشكيل، وممكن نعطيها التزيين كل ونعبي بنفس الوقت الفراغ، بحيث انه يكون في عنا كتلة فنية او كتلة زخرفية او تكوين فني. الشكل. هلا كمان حنكتب كمان بالخط الديواني، ولكن بشكل ما هو في تداخل بين الحروف، حنكتبه ديواني عادي، كلمة عام دراسي جديد. هلا نلاحظ نحن حنمد حرف العين، حناخد حرف العين شكل مد، نلاحظ العين عطيناها هذا المد، وعندنا تداخل حرف الميم مع الألف لتعطينا هذا الشكل، وعندنا حرف الدال، لاحظين حرف الدال أخذ هذا الشكل الدائري، وعندنا الراء، لاحظوا كيف النهايات كلياتها على سطر واحد اللي هو قاعدة الحروف اللي احنا مسطرينه على أساسه. عندي حرف الألف كمان نهايته على السطر، وعندنا حرف الياء اللي هو اخذ هذا الشكل البيضوي والانسيابي. عندنا الجيم الديواني والدال على السطر كمان بهذا الشكل. هلا ممكن احنا نحط التشكيل، ممكن نزين بهذا الشكل، العظيم الخط الديواني بيقبل التزيين والتشكيل لأنه هو عبارة عن خط زخرفي تزييني. هلا كمان حنستعمل قصبة أنعم، كمان
كمان حنكتب الديواني، ملاحظين الديواني اما ممكن انه نخلي الحروف تتداخل مع بعضها او تتراكب فوق بعضها، وممكن انه تكون عادية بسيطة مقروءة. طبعا تداخل الحروف احيانا بيكون القصد منه انه يكون في وقفة على هالجملة لحتى تلفت نظر ونحاول نقراها، وكمان في إلها ناحية جمالية انه تعطينا شكل زخرفي او تكوين هندسي. لاحظين هذا الخط الديواني يلي كله انحناءات وحروفه رشيقة وفيها نغمات أو إيقاعات بصرية جميلة. لاحظين هالانسيابية وهالأقواس وهذا الجمال بهذا الخط الرائع. طبعا السنين بتتسنن، لاحظ كيف بتركب الراء فوق الواو بهذا الشكل الجميل. هلا ممكن احنا نحط التشكيل بهذا الشكل. أعطتنا هذا الشكل الجميل. ملاحظين احنا كيف بعلمي يكبر بيكبر حلمي. ملاحظين كيف عندي أنا هالكتلة تقريبا ياسا نفس الكتلة. مثل ما حكينا الخط بشكل عام سواء كان ديواني أو خط رقعة أو خط نسخ، طبعا هو فن من الفنون التشكيلية، في له مقاييس، له موازين، في كتل فنية، وهذا اللي بيعطيه هذا الجمال وهذا الفن. والحرف العربي بشكل عام الحروف هي متنوعة، وتكوينها وتشكيلها بشكل واسع وفني وعدة بأشكال مختلفة، بعدة أشكال مختلفة. هلأ كمان حنتدرب نكمل الحروف. لحنا وصلنا لحرف اللام وحنكتب حرف اللام ونشوف حرف اللام بالخط الديواني. حرف اللام كمان بياخد هذا الشكل الدائري أو البيضوي. ممكن احنا انه ناخذها لهون، او مو فينا انه نعطيها هذا المد وتعطينا هذا الشكل الفني. طبعا لاحظنا نهايتها برأس القصبة، احنا عم ناخذها برأس القصبة. عندنا حرف اللام ببداية الكلمة، عندي هي خطوة بسيف القصبة وبعدين بعرض القصبة أنا باخذها بهذا الشكل، هي اللام ببداية الكتابة. وعندنا اللام المتصلة اللي بنهاية الكلمة بتكون بهذا الشكل، هي اللام اللي بآخر الكلمة المتصلة. حتى اللام المتصلة ممكن انه ناخذها بهذا الشكل. وعندنا اللام ألف كمان إلى هذا الشكل الفني الجميل. هي خطوة وبعدين أنا عندي
هي الخطوة بهذا الشكل. هلأ حناخد أمثلة، مثلا كلمة ليلى، اللام بأول الكلمة هي تشبه حرف الألف، هي الطريقة. وعندنا الياء بهذا الشكل، وعندنا الألف المقصورة. هذا الشكل. حتى احنا الألف المقصورة ممكن انه تتقاطع مع اللام بهذا الشكل. طيب حناخد كلمة ليل، نشوف اللام بأول الكلمة واللام بآخر الكلمة متصل. هي كلمة ليل، لاحظ كيف انا حاخد اللام بهذا الشكل الدائري. هي ليل. طيب حنكتب كلمة بلال ونشوف اللام ألف المتصلة بالكلمة. اللام ألف، هل احنا بناخدها بهذا الشكل، منوقف وبعدين أنا باخدها كخطوة، هي خطوة، وبعدين أنا عندي هي الخطوة الثانية بهذا الشكل. هي بلال، عنا اللام أخذ هذا الشكل الدائري. ممكن مثل ما حكينا أنه أنا أعطيها هذا الشكل الفني بهي الطريقة. طيب حنشوف كمان هلا احنا حرف اللام بأول الكلمة وبوسط الكلمة بكلمة لوليا. ملاحظين كيف حروفه رشيقة فيها انسيابية؟ فيها هي الانسيابية وفيها هذا الجمال. لاحظ المد، المد طبعا بيعطي كمان هذا الجمال للخط الديواني. ملاحظين اللام ببداية الكلمة وبوسط الكلمة، هي شكلها شكل حرف الألف. طيب حنكتب نحن هلا عليل، كمان نشوف اللام بوسط الكلمة المتصلة مع حرف تاخذ معنا هذا الشكل. وحنشوف اللام المتصلة، هلا هون انا الياء حاعطيها مد، وهذا المد بيكون بشكل قوس. وبعدين بعطيها هذا الشكل البيضوي او الدائري بهذا الشكل. شايفين حرف اللام بوسط الكلمة بآخر الكلمة متصل. طبعا أنا السطر اللي أنا عم بكتب على أساسه اللي هو قاعدة الحروف، هذا السطر اللي هو قاعدة الحرف، هاي السطر اللي أنا عم بكتب على أساسه. طيب حنشوف احنا كمان حرف اللام، اللام حنشوفها كمان بأشكالها الثانية. حنكتب كلمة دلال ونشوف اللام ألف، حنشوف كلمة دلال وعندي اللام ألف. لاحظتوا هاي اللام ألف مو متصلة بالكلمة بوسط الكلام، وعندي اللام يلي بآخر الكلمة ومنفصلة عن الكلمة بهذا الشكل.
حنكتب كلمة كمان إكليل، حنشوف الألف، الكاف يلي بعدها لام بتكون بهذا الشكل. عندنا الياء، لاحظوا ارتفاع الكلمة كلها نفس الارتفاع. هلا أنا من بركب حرف اللام بهي الطريقة، هي كلمة إكليل. طيب حنكتب كمان كلمة دليل، عنا حرف الدال بهذا الشكل الدائري. عندي اللام وعندي اللام المتصلة اللي بآخر الكلمة. هلأ ممكن إني أنا آخذها بهذا الشكل، وممكن أرسم اللام بهي الطريقة. دليل. طيب حنشوف اللام ألف كمان، هي خطوة بسيف الأصبع، وعندي هي خطوة اللي تشبه حرف الألف، هي كلمة لام. وهي العين. طيب حنشوفها كمان بكلمة شلال، اللام ألف مع اللام المنفردة اللي بآخر الكلمة. كلمة شلال. لاحظنا كيف وصلت اللام ألف، وعندي اللام بهي الطريقة. ممكن هلأ قاعدة الحرف في السطر اللي أنا عم بكتب على أساسه هذا السطر، ملاحظين كيف حروف الديواني أغلب حروف الديواني قاعدتها على السطر، كون كتابتها على السطر. والخط الديواني مثل ما لاحظنا فيها الانسيابية وفيها الأقواس وفيها التداخل، وفي هذا الشكل اللي بيعطي شكل جمال للحرف بخط الديواني، هالانسيابية وهي الأقواس والاستدارات اللي مثل ما شفناها، وخاصة بحرف الدال مثل ما شفنا، وبحرف اللام لاحظنا الاستدارات بحرف اللام بهذا الشكل. حنكتب هلأ نحن كمان حروف، حناخد حرف الميم. الميم طبعا بتنزل تحت السطر، لاحظنا كيف اخذ هالميول، حرف الميم اخذ هاي الزاوية. اذا بدنا ناخذها كمقياس 3 نقط، كمقياس بهذا الشكل. هلا انا عندي هي الميم المنفردة، وعندي الميم يلي بتكون ببداية الكلمة مع الحروف النازلة. هلا عندي ميم وصلتها كمان مع الميم يلي بوسط الكلمة مع الحروف الصاعدة بهذا الشكل. هلا انا عندي هي الميم مع الحروف النازلة، وهي الميم مع الحروف الصاعدة. طبعا الميم اللي مع الحروف الصاعدة عندي هي خطوة، وعندي الخطوة الثانية بهذا الشكل.
وفي عندي الميم يلي ممكن تاخذ عندي انا هذا الشكل، هذا الشكل. طبعا هو في الخط الديواني في اريحيه كتير بالنسبه لكتابه الحروف، حروفه مطواعه جدا بشكل انه نقدر نشكل فيها اي تكوين او اي شكل هندسي. طبعا هي الميم مع الحروف الصاعده، وهلا بنشوف الميم اللي بتكون مع الحروف النازله. هي كلمه منار، وعندي انا هذا السطر اللي هو قاعده الحرف. هلا كمان بكلمه ماجد لاحظنا هي الميم كيف شكلها، هي كلمه ماجد. طيب حنشوف كمان حرف الميم المتصلة بوسط الكلمة مع الحروف الصاعدة، مثلا كلمة سماهر. لاحظين شكل الميم بهذا الشكل. طيب حنشوف الميم حرف الميم مع الحروف النازلة بكلمة محمود، تاخد معنا هذا الشكل. هاي خطوة وعندي أنا هاي خطوة، لاحظين كيف أخذ شكلها مع الحروف النازلة. مع حرف الحاء، وعندي الميم كمان مع الحرف النازل مع الواو. هلا بنلاحظ نحن هذا التشكيل الفني بوصله مع الدال بهذا الشكل. وممكن نحن انه نعطيها مد فبيختلف شكل حرف الميم. اذا اخذت مد عندي هاي الميم، وعنا الميم اللي بوسط الكلمة اللي حتاخد مد بهذا الشكل. لاحظين كيف اختلف شكلها لحرف الميم مع الميم لما احنا ما عطيناها مد. عندي حرف الدال أخذ هذا الشكل الفني وبين معنا كأنه مترابط، الحروف مترابطة مع بعضها. طيب حنشوف لحنا الميم مع الميم بكلمة ممدوح. هاي الميم، وعنا الميم كمان مع الدال هذا الشكل. لاحظنا كيف الميم مع الميم مع الحروف النازلة. عندنا الواو كمان قاطعة السطر، طبعا احنا السطر راسمينه بالقلم الرصاص، هو هي قاعدة الحرف يلي احنا عم نكتب على أساسه. لاحظوا كيف ارتفاع الحاء، حرف الحاء نفس ارتفاع الميم. ونلاحظ الامتداد اللي بياخده جسم حرف الحاء لينزل تحت السطر بهذا الشكل اللي اخذ شكل قوس برأس الأصابع. هي بكلمة ممدوح. لاحظنا هلا احنا الميم كيف بيختلف معنا شكلها لما بتكون مع الحروف النازله او مع الحروف العاليه، الحروف الصاعده مثل كلمه ماجد.
وشفناها بكلمة محمود، كيف الميم النازلة والميم الوسطى كمان مع حرف نازل، وبكلمة ممدوح كمان. مثل ما احنا ملاحظين انه احنا الحرف بياخد كذا شكل حسب موقعه من الكلمة. هلأ كمان حنكتب كلمات حنكتب كلمة أحمد، كمان حنشوف حرف الميم بوسط الكلمة بكلمة أحمد. كمان مع حرف نازل، ملاحظين حروف أي نازلة فبتاخد هذا الشكل بكلمة أحمد. هلأ عنا كمان أنا حأعطيها مد لحرف الميم ونشوف كيف حيكون شكله. هلأ عندي الميم يلي بتاخد معنا مد، لاحظوا كيف اختلف شكلها، أخذت هذا الشكل ومنعطيها هذا المد بهي الطريقة. كلمة أحمد لاحظنا كيف الميم اختلف شكلها لمن أخذت مد عن الميم يلي مباشرة كتبنا فيها حرف الدال ما أخذت مد، لاحظنا كيف اختلف هذا الشكل. طيب هلأ إذا نكتب كلمة بسم، الميم بآخر الكلمة لاحظوا كيف رسم الميم بآخر الكلمة. طيب حنكتب كلمة نعيم، حنشوف كلمة نعيم كمان الميم كيف بتتركب مع حرف الياء بهذا الشكل. طبعا احنا السطر انا حنقطه كاتبه بالقلم، راسمه بالقلم الرصاص، حنشوف موقع الحرف من السطر اللي هو قاعدة الكلام اللي احنا عم نكتبه. شايفين هذا الخط الديواني يلي الخط الأنيق اللي فيه جمال، يلي فيه مرونة، يلي فيه ملونة، في مرونة بكتابته. حنكتب كمان الميم بآخر الكلمة منفصلة عن الكلمة بكلمة هشام، حنشوفها. هي الهاء الشين، وعندنا الميم ممكن تقاطع الألف وممكن إنه تكون فوق الألف حسب ما نحن، وممكن إنه نعطيها هذا الشكل الفني. لاحظين في أريحية بكتابة هذا الحرف وبكل الحروف الديواني، في مرونة بكتابتها. طبعا أنا السطر هي هذا السطر قاعدة الحرف. هلا عندي كلمة علم، الميم يلي بتكون بآخر الكلمة ولكن متصلة بهذا الشكل. كمان انا عندي قاعدة الحرف، هذا السطر اللي انا عم بكتب على اساسه. هلا نحن كمان حنكتب عالم ونشوف كمان الميم المتصلة مع اللام هي، اللام وصلتها مع الميم شبيهة بحرف الالف،
وبتكون بهذا الشكل. هي عالم، هي السطر اللي أنا عم بكتب على أساسه اللي هو قاعدة الكلمات. طيب كمان هلأ ممكن نكتب حرف الميم بوسط الكلمة بكلمة سمر ونشوف. هي مع الحروف النازلة مع حرف الراء، لاحظنا كيف اختلف هون شكلها عن الميم اللي كتبناها بأحمد بالمد، أخذت معي هذا الشكل. طيب حنشوف الميم بكلمة أمجد كمان مع الحرف النازل. نشوف الميم بهذا الشكل مع الجيم والدال، هي كلمة أمجد. هذا السطر يلي أنا عم بكتب على أساسه. طيب حنشوف الميم كمان يلي بتاخد مد وبعدها حرف عالي مثل اللام بكلمة أمل. بهذا الشكل. وعنا اللام. ممكن نعطيها هذا الشكل الفني. لاحظتوا الميم عنديها خطوة كمان خطوة، واخذنا هذا المد اللي بشكل قوس. هلا انا عندي قاعدة الحرف، هي قاعدة الحروف. طيب حنكتب كمان امين عنا الميم. لاحظتوا كيف هي خطوة وعندي خطوة، وبعدين أنا ممكن أعطي مد بهذا الشكل. لاحظنا كيف الميم بالمد، وبعدين أنا بركب حرف الياء، وبعدين بنركب النون بهذا الشكل. النون ممكن ناخذها نحن بهذا الشكل لتطلع معنا برأس القصبة، ومنركب النقطة لتطلع بهذا الشكل الجميل. هي قاعدة الكلمة، هي قاعدة السطر. هلأ لحنا كتبنا هلأ لحنا حرف الميم وكتبنا حرف اللام وشفنا مواقع حرف الميم بالنسبة لموقعه من الكلمة، إن كان بآخر كلمة متصل أو منفصل، وشفنا إذا كان مع الحروف النازلة أو مع الحروف العالية، وشفنا جمال هذا الحرف بالخط الديواني، وكيف إنه هذا الخط الديواني هذا الجميل اللين اللي فيه أقواس وفيه منحنيات، هذا الخط يلي بنشعر وقت اللي بنقراه بفرح، وبتنكتب فيه الشهادات، بتنكتب فيه كمان بطاقات الأعراس، وشفنا كيف ممكن لحنا نعمل منه تكوين فني، ممكن يصير في أشكال هندسية نعمله بشكل دائري أو بشكل بيضوي وتداخل كلمات أو الحروف مع بعضها. الوقت اليوم خلاص، وحنكتفي بهذا القدر من كتابة الحروف، ومن لكم إنه إن شاء الله نكون قدمنا الفائدة، ودمتم بخير وإلى اللقاء.